نحن اليوم بصدد تجسيد وقفة محلية ذات طابع وطني استجابة لمخرجات البيان الوطني للتنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين والمزاولين للمعهد العالي للمهن التمريرية وتقنية الصحة. نحن هنا بصدد الرفع على 3 مطالب أساسية اللي هي العدالة الأجرية وحل مشكل التعاقد. في هذا الأسبوع تحديدا الوزارة في حوار مع النقابة المستقلة للممرضين وفي حالة عدم التجاوب مع هذه المطالب التنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين والمزاولين تعلن تجسيد خطوات استعجالية تصعيدية في هذه الأسابيع القادمة. لحد الآن لم يتم التجاوب مع هذه المطالب والوزارة دائما في وعود كاذبة، دائما ما تقول لنا أنها ستحقق لنا العدالة الأجرية، ستحل مشكلة التعاقد، لكن لحد الساعة لم نرى أي تجاوب، والتنسيقية الوطنية مستعدة لتجسيد أي خطوات صعيدية استعجالية. جيت اليوم تلبية النداء التنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين والممرضين اللي كتدعي لوقفات محلية ذات طابع وطني. جينا نجسدوا الوقفة ديالنا، كنناضلوا على بزاف ديال الحقوق ديالنا من بينهم العدالة الأجرية، التعويض ديال التدريب الاستشفائي بالنسبة للطلبة، وكذلك لا للخصصة ولا للتعاقد. المهم بالنسبة لنا احنا كممرضين العدالة الأجرية هي المطلب الأول والأخير، كنضلوا عليه كنقابة وكنضلوا عليه كتنسيقية. بغينا العدالة الأجرية بحالنا بحال كاع الفئات، بغينا الزيادة في الأجور بحالنا بحال كاع الفئات. وبالنسبة للطلبة راه حتى هما من حقهم بغاو التعويضات على التدريب الاستشفائي، حيتاش فريمون راه كتكون واحد المعاناة مع الترونسبور الروبا، ما كتلقى حتى فين تجلس، ما كاينش الأجواء الملائمة باش تقدر دير لي كارد ديالك في خاطرك. بالنسبة للمناصب المالية الكافية كذلك للخريجين، كنطالبوا بالمناصب الكافية وما يكونش إدماج الخواص، حيتاش فاش كيدمجوا الخواص راه ما كتكونش واحد لا كاليتي دو سون. جينا اليوم هنا كنعملوا واحد وقفة باش نطالبوا بثلاثة المطالب الأساسية. أول مطلب هو التعويض عن التدريب الاستشفائية، حيتاش نظرا الاسبيت هنايا الانستيتو ديال الاسبيت جات بعيدة بزاف على مدينة طنجة، يعني تلامت محتاجين تروسبور، محتاجين يعني كيبقاو من هنا من 7 الصباح حتى 7 العشيه، او 7 العشيه يعني خصهم ماكله، كيبقاو بزاف مثلا جوج ساعات يعني بزاف خصهم يجبروا فيه يبقاو بزاف ديال الحاجات محتاجينهم. المطلب الثاني هو العداله الاجريه، حيتاش كيأثرنا سلبا على جوده المهن التمريضيه. والمطلب الثالث هو رفض جميع اشكال التعاقد، حيتاش اذا كان عندنا التعاقد غادي ياثرنا على الجوده ديال الممرض، وحتى الممرض ما غيبقاش يقدر يعطي الجهد والخدمه بزاف، وما يخدمش حتى هو ما يخدمش من نيته كما اذا كان خدام ترسم. ولهذا خصنا هاد ثلاثه المطالب يتحققوا لنا، اللي هو كما قلنا اول حاجه هو التعويض عن التدريب الاستشفائيه هو اولهم، ثاني حاجه هو العدالة الأجرية، والثالثة هي رفض جميع أشكال التعاقد.